يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، للواجب أفهم كل إنسان هذه السين دينيس باش يرسخ الإيمان ذخي قويس ما ندين إلى الدين سلم إلى قد يظهر الحقيقة من الدين سلم أذي يظهر باللي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يخدم سيد دينيس لساس السحان مريني لعبدك شنو دار الإسلام يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسن الإسلام ذا شوف من المستحيل اللي يقلق الخطريس بشر يرتاح قول إنسلم إلى قد يسن الدينيس ذا شوف وماذا قال لي السنيف أكني تيقي حي ويزميرات يكشم يخيف ويزميرات يكشم القلق ويزميرات ما دي يشتيم السف الدنيا على خطر أهدف كان ربي غضيان أين لي شغلنا لعقلنا ذي ديننا ذي لهنا غير ذي فكام ذي الرحمة ذي السعادة أما ذي الدنيا أما ذي آخر إذ مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم يوم وبريد قال الصحابة رضي الله عليهم جميعا والحديث قد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ديوان ينادي بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن إمارتها قال
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من الساعي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم. أي مثل الحديث يقول أن في محمد صلى الله عليه وسلم ندير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشمل دق ديننا ونزبيرنا نكشم بالتفاصيل ما رأنا الأركان قد يدرك أن في محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بغض النظر شوية في مراتب ديننا الإسلام والإيمان والإحسان، يقرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقيم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السحابة مرة أثي يقول ديون وقاف يلقش يسدش بحان الشعر يسد بركان ولاش لثر من السفر فيس وليد نغو غبار وليد نكر الحاجة في القشنينس يقيم ذينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرب فيه الشراريس في الشرار من الرسول صلى الله عليه وسلم ويسرسي في السنيس أكار غورس ينيس يا محمد صلى الله عليه وسلم ينيس خبريدة في الإسلام ذا شو الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس أركان الإسلام: الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إلى سبيل الحج. ومن كل بريد مثل دي السقسى ينيس الصحيد النار أسقسي السقسيدي معني قرص الصحيد النار المعنى ينس واجي مثل دي السقسى لك إزرام دي شفي دي السقسى وإزرام الجواب الذي يويس غرص ينس خبريدة في الإيمان ينس الإيمان أتصمم السيد يا ربي الخالق سبحانه وتعالى أنا من يس أنا من سل وحدانية يس أنا من سل ربوبية يس أنا من سل ألوهية يس أنا من سل أسماء يس أنا من الصفات يس أتصمم سل ملائكة سل كتب في كتابين دي في كان الأنبياء الأنبياء والرسل تصمم يوم الآخرة يوم القيامة وتصمم القضاء والقدر عينيك قدر سيدي ربي ماذا يعيك ماذا يريد إنيس الصحي دمير إنيس خبريدة في الإحسان ماذا الإحسان إنيس الإحسان أتعرف سيدي ربي ما كان شوية تسولني ماذا يقولون شوية غير سوالنيك عقل بلي شوية كد انسى إنيس فا إنيس اكيد سقسير في الساعة يوم القيامة سمعتم قادوا نيدي إنيس النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنيس وظرانك شو ظرانك إنيس تقع حشر بك ظران إنيس ده شو العالمة إتساعة إنيس إنيس أن تلد الأمة ربتها أي مثل المعنس الحافظ ابن كندينا الحافظ ابن حجر رحمه الله إنيك بالوقت الفساد الأحوال أسمى تفسد الأمة أسمى تفسد المجتمعات أسمى يفسد يعذب يعذب بنفسه هم شتحد يستعلم القرآن الذكر مشتحد يستعلم بنفسه الذكر تخشيش تستعلم إيماس أدي سعر أدي سعر ثم طوف ألاقيس أدي حقا إذن سمع سيتقن الأوامر أدي سنعيل أدي شتم
ما غادي كر ادي كريه ولا اللي قبل فافاس اللي شعر اللي صغر فافاس اماكن ماشي اماكن نسيتي دي ساعه وسعار القدر فافاس غير ميس وتسعار القدر ثم الطوف غير ميس نغاريليس وقيل العقوق إني شو ما تزرب يقد يقلحوا الحافين عريان يمكسول إني كلا فنون على الساعة لين دير بنيا ينت زخون شوية أي مثل ماشي سيئتا إديو ذي الحفي ذي العفي إجي يحول حفي ناري إنه فرد الشريرس نافي مكسو أحبي من السيد ربي مرة عدد القوية ولكن دي العري البنية ماري افتخر العبد دي العري البنية إذي هنو يتغلي ثلاث وقيد العالم الآخر زمني مثلا العالم تجي نسعيش في التسجيل تجي مقال العلامات الصغرى أي مثل ننادي مراتب ديننا ذي كيف غادا الإيم فين فغانا نركز ذي الدرسجي معناه المرتبة الإسلام والإيمان والإحسان أي مثل الإسلام ما تشهد لا إله إلا محمد رسول الله أتزرب أتزكير أتزوم الحجة وقف في الدين إن في محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحديث أيضا بني الإسلام على خمس الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيله وقين ذي يخدم يعاد في جوارحيس يبنى الإسلام في خمسة تركيز يلاقي ما ديكش من عهد الإسلام إلى قد الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أبي زار بالليل سكويس لا معبود بحق إلا الله ولش يستحق الذي سوى هذا حاجة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي الخالق قرب ويس ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويزميرنا هذه شو عباد مخيف سيدي ربي أما ذي العباد أما ذي الحيوان أما ذي النبات أما ذي الجمال ذي جنك الزرم دونيه يهون استحقال العبادة هذه شو عباد حشو مليك خلقنا نشتقي سيدي ربي الخالق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسمع قيّف مثلا غزل العصر عصر الحديث ما زلت شو عبادني يا عباد ما زلت شو عبادني الحيوان ما زلت شو عبادني الحيوانات ما زلت شو عبادني التجور ما زيت شو عبادن يزران لو كان يتقدم العلم أكن يتيقي حال أمكن ديننا أن في محمد صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ويزمرك يستوض العلم أتعبض مخيف سيد ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو العلم ذينك يستوضن في السنغ لا إله إلا الله محمد رسول الله موك يستوضن أتزر ذنشتقين فهو جهل بنفسه أي غطب العلم تنزول تنزول ينفع العبد من يسيس شو شي سنين فعل هذه ما نسيش ما يسرون في دقيقة
ما نقولوا السيناوي هذه دقيقا ذي المظهر راس كان يخدم اي خطر سيدي ربي الخالق دقيقا في دينا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون ونزرى سيدي ربي ويزرى ريمانيس ويزرى المستقبليس ويزرى الدنيتيس ويزرى الخاطيس ما يغرى العلم غير علم غير نافع وينفي على العلم إذا لا إله إلا الله سمزور الغري السعودي عليه مثلا محمد رسول الله ثاني أي خطر الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجد دونيث تجد يقظ أن يخدم العبد ذي مثل العامل بإخلاص يوذ من سيدي ربي سبحانه وتعالى هذا يغيس النفع ذي الدنيا وهذا يغيس النفع ذي رغب والسكاية ذي العامل الخلق النظر مهما كانت صفته وذي يخدم العامل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تبع في محمد صلى الله عليه وسلم مخلصا لله ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد معنى سيد مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله في السنة النظام تظلي رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وين تظلل يهدم الدين وين تظلل يبنى الدين فظلي فيه مثل تسجد إذ السجان يقرس لي يقري عبد السيد يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقرب قرة عيني في الصلاة وليس شيء يحمل نيك الظليل أسي السيول بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أسينم ألحنا بها يا بلال صدح الظليل يا بلال ما يغيل عبد الغسيل ربي أذي يرتحويس وما يرتحويس سجد الفيدة غير يسعو العام على خطر يسعى الخلق ذي الدنيث ويتهجان كان العالم يمانيش دي يخاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآونة الأخيرة من دونيثيس عند سكرة الموت يتمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرب يتوصي فظلي الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم فظلي غوة تظلي أن نسعيش دي العصر واستكلالنا زي الظليف وما زال يتمثل قذي ظاهر يتظلل ولكن تظللنا أي خطر وهنا تشكر على ما فين دي كرب وين يوقع ربي خدمت سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى قرد قويس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فظليت نهود تسرد يا فيفيس أفبريد ندارين الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له يتمثل ركن ويستيثم الزكاة الزكاة يفرض سيد ربي سبحانه وتعالى الزكاة أفين سيمن أفين ذكي كشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أدس وكاس ذي الأغنياء أصرح على الفقراء أخطر التزكية تجد إسقام غص في غير في العبد المال يسعى القوين من ديرين أدي في كسيح قنسيدي ربي الفقراء المساكين أفهم قرار إما كانتين الفقير شرط في إيمان الغني
الغني ونصرنا الفقير ذا شوف ونسينا الفقير ذا شوف دينيسو ريكو ذاكي نو ريكو ذاكا. إذن أي مثل الزكاة ذا الفرض سيدي ربي سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقبض وليس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أي مثل صوم رمضان فالله في سيدي ربي سبحانه وتعالى أن صوم الشهر ذو سواس أن تعلم من المدرسة الصغار خطر شهوات النفس تيجي نكسفوني بذان إكس بعد ما يعرف ذا سيدي ربي إكس وخر يعرف ذا باش هذه خمية خافيس أفرد ذو سواس تسمك ثايد يعني باش هذه يغير وفرد سيدي ربي سيدي ربي الخالق يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ونزمان ماذا قلت وينك يسوى في ينسيه ياك ويجبير رضي وزور سيدي ربي سبحانه وتعالى يعفياس هذا يعوض الصدقة أماكن الزكاة العبد من صوت راني صاب ذي المال ينس ويتزكى لهم ما ذي المال ذي يقضى راني صاب هذا يزكيهم أكبر رمضان الشرطي صد الصحة العبد ونصحة لليوزور ونين إيه نحن يزمير لنا يفتاز الطبيب ويتزوزو مالا هذه صدق صدقة ديزار المساكين. الحج أي مثل ذي فرض إلى قدر إلى عبد ذي حج أفريد دي العمريس هذا زرخ من سيد ربي سبحانه وتعالى ماذا قلنا يسعى تزمر يسعى كيف يدي المال إلى قدر أدي زرخ من ربي أفريد دي العمريس ولكن يقول لك يقارن لك نعم الحج زاد وخام وما قاعد يفدي حج لان الفقراء المساكين اثني زاد خاطر غاية مثلا لو كان هذه نوك والجوا ما عنده نيت مره فيق نظر ثاني الحج وتسع دايره حاجه ما يحج خاطر سيدي ربي الخالق قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا قلنا غير مثل ذن سيسعر كيف يدي المال وذي الصحة يوهم بحج يخفر صاروك نجيم إذا بيقام أركان يثمث من الإسلام إذا يتفن مثل يخدم العهد سالجوارح يس قولا وفعلا ذينا ديني وذينا يخدم وقد أركان الإسلام. ومثل سقس سيدنا جبريل عليه السلام في الإيمان ذا شيء ديارا في محمد صلى الله عليه وسلم الناس الإيمان تصمنا السيد ربي وحده وحده لا شريك له اليمن شوي سيد مثلا أي خطأ قال الإسلام بالإيمان ونشتري سبيل سنيد مثلا ميك شمل الداخل أي غضب ما دين العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله إن في تسيرسيس ولكن يومنا لسبويس وقفوا يا وإن المنافق تظهر من مكافة فقط من سبت يوم القيامة أما كان دين سيد ربي سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن أذن أري الزوال أري الزوال أرثيقات جهنم
طرد سيدي ربي سبحانه وتعالى في سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يندى سيدي ربي سبحانه وتعالى يتخطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يسمع دروح إن المنافقين غارغونك أبدينين أقدر نشهد باللي كتشهدن فيها إذا كاع سيدي ربي. سيدي ربي سبحانه وتعالى يزرب اللي ذن فيهم ذن سكي دي شجعان أولا قيسحان. ولكن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يشهد باللي سكاد المنافقين لقيت. ولكن إذا ما تنسوا سيسي سكاد ذن أمس لي قدنا أنا كسحان ننس نشهد إنك لرسول الله أولا قيسحان. ولكن ماشي بقي قدني دي سكاد سيدي ربي سبحانه وتعالى يسكد بيدني القويم إذن نشهد إنك لرسول الله إصحى. ولكن الكلمة اللي بدنا نشهد على خطر ما دي اللي عبد نشهد أو أشهد ما ينفد سويس يشهد سويس. ولكن ويجيب وشهد لا سوية ونسد على خطر سيدي ربي سبحانه وتعالى يطلع على ما في القلوب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. سيدي ربي صلى الله عليه وسلم يقول يوم ما دين العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله سيرسيس. ولكن الشهادة الإيمان سكويس مش سكويس في دينا ومخوي ثلاث ناس. إذن الإسلام أكد الإيمان إيه مثل ميك شامل جوغانسن. الإيمان ما يوقره القلب ويصدقه العمل. أدي شهد لا إله إلا محمد رسول الله سيرسيس يومنيس سقويس إيه مثلا أما كندن الله مريد إزاسي لربي سبحانه وتعالى الإيمان ذخي قوي العمل ذو نفس رحون غال جوارح إتفض يتشهد في الناس العمل الصالح. إذن تمزور هذه الإيمان إجنيز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تصمم الصيد ربي سبحانه وتعالى تمزور من بعد أذي يمنس الملائكة إذ مثلا الملائكة الذين هم عباد الرحمن يتوصف ابن سيدي ربي سبحانه وتعالى قرب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا الملائكة تسجد لا يهنثن إن سيدي ربي سبحانه وتعالى وقسم يبذل ذلك الخلق ألماذا سمعي في نور عمر الدنيا وتسكس لنا إن يرمس دي سجد سيدي ربي واسمعت أن يمر أدرف ذلك منسن اسمعت فك الدنيا فكين دشا سنين السنين يا ربي ما عبدناك حق العبادة وكنا في ذر حق العبادة يا ربي. الملائكة ما يتمثل الذين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقصد ربي سبحانه وتعالى في الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. تسبح السيدة ربي محبسنا من كل يوم يفكي السيدة ربي سبحانه وتعالى الدورين. سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا ميكائيل عليه السلام سيدنا إسرافيل عليه السلام وسيدنا عزرائيل عليه السلام وقد ملك الموت. ولكن إذ مثل سيدنا جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الوقت يتسوين الوحي الأنبياء والرسل وذو قيم يدقون القرآن الكريم
إن في محمد صلى الله عليه وسلم. وذو جنيد روحن هذه السقسي إن في محمد صلى الله عليه وسلم غيث مثلا دين حدي فجنيد يروح عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإسلام في الإيمان في الإحسان في الساعة ويند في محمد صلى الله عليه وسلم يسد جبريل عليه السلام أو نستعلم دين ون ولن الملائكة الكرام البررة غيث مثلا اكتسدون دي عاوذ تبن العامل ينس يقصد ربي سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وتصغدر لا ريع أيث مثل من كل كرب وين يخدم اكتبنت وينمي من رحمة الله سبحانه وتعالى ما يريد العمل الصالح اكتبنت إمري من ما يخدم ولكن ما قلت السيئة من بعيد رنجر بيجي مؤمنين أري يخدم يعب هذا رجل شيطوح هذا ذي استغفر ما بيس ماذا قلت استغفر يظن في السيد ربي ذي لعفو واستكتب لها وقلت الملائكة ما يتمثل ويمرات السيد ربي سبحانه وتعالى أنا منس الكتب كتب السماوية تكتفين يدي في كام سيد ربي سبحانه وتعالى الأنبياء والرسول أما التوراة أما الإنجيل أما الزبور أما صحف إبراهيم صحف سيدنا موسى أما القرآن الكريم ولكن هي مثل أنه من السن يكون ينصر الكتب السماوية ولكن قبيلة سحرفت نومن التوراة دوين سيدي ربي نومن الإنجيل نومن الزبور التوراة في كيس تدي سيدنا موسى عليه السلام الإنجيل في كيس تدي سيدنا عيسى عليه السلام الزبور في كيس تدي سيدنا داود عليه السلام والقرآن الكريم في كثيرة على خير مخلوق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن في كتاب نجي مثلا نومن يسد ذو الكتب السماوية ولكن أقبلت سحرفت أسميت سحرفت وصادش ديوغار الدينا يفكير دن سيد ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم اللي وقيق نسخل في كتابيني قاعدان وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الزاد القرآن الكريم وده الدردار في كتاب النظام إيه مثلا ويجي ماشي تنزل وتزري نيران يقدك في بعندي كتاب ينجل بالله من القرآن الكريم الوقت كان إلى المرجع الأساسي ولكن التعصب إذن جنك نيم الشيطان البعيد عن جرب يجي المؤمنين إبليس لعنة الله عليه إذن سم إذن جن غير فريد ذي حول حاشا مموثنا في الكفر وذا عايشين خالدين مخلدين في النار البعيد عن جرب يجي المؤمنين نذن يسران باللغة القرآن الكريم ويجبر المذي في كفو سيسي عبد ذي حرف 14 القرون يجين يون الحرف ويحرك لها أي خطر سيد ربي سبحانه وتعالى إذ انسان إذ حفظا يقال قويس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يندذن كنا هذه حفظا أي مثل يمنى يمرض سيد ربي سبحانه وتعالى الإيمان ما كان دينا إزديارا في محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب الناس الإيمان بالرسل نكون الأنبياء الرسل نؤمن السن مرة لسيدنا نوح المذن في محمد صلى الله عليه وسلم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نكون نفرق الأنبياء الرسل
النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرب نحن معشر الأنبياء إخوة وديننا واحد. يقرب نكنس الأنبياء ذات مثل دين النغيون. يقرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. إن دو يتفضل ثلاثة في يونس ابن متى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يند إني عبد الله ورسوله. يند ذي عامل شو شي سري يتفضل في الأنبياء والرسول نظام أكيس إن إعداس عداس دان صراني وقبل دي يشمل الإسلام يميسي إنه ويكيران إنيس من نينوى إنيس من بلد العبد الصالح يونس إنيس ذات الصمد يونس إنيس إنه نبي وأنا نبي إنسان نفين كذا نفين إنيس ذات مثل كيس لنكشى لا إله إلا محمد رسول الله إنيس مثل عداس رضي الله عنه وأرضاه. إذن إنيس مثل الأنبياء والرسول نكون يوم نمن يسر مرة أنا خطر يوم الشريعة نجن ديف كمرة ولكن غزر الفضل يكسى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهد مثلا غصدا قول الأنبياء ولكن الزوال ذي الذن زواله يقرد وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الزوالث أغفصيننا نوح عليه السلام ولكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرد نكون كيف كيف ذات مثلا دين نغيون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه مثلا إيه الندى الإيمان باليوم الآخر أنا من سيوم القيامة أنا من سيخرف أنا من نبلي الحساب والعقاب أنا من بليغ الله وإنه إذا خموس ربعا يتمثل خمم زور مالي للعبد ثعبط قماس أخمو يسين مالي يعيش العبد الدوني ثكام أخمو يسياتا الحياة البرزخية أين رأينا ذخيوز كام العبد والحياة الأخروية ما يتمثل أسماء بيحشر يوم القيامة ذينا إما ذي الجنث وإما الجهنم بعد أن رب يجي مؤمنين فصر ربي تطاف يعود يقل من شوية جيم على خطر ويسعى للحرية الإنسان للدنيا ذي خمكني سيعجل مزد في كسيد ربي ذي الفضلينس رحد يسلوث ذي سلوث. رسول صلى الله عليه وسلم قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان اين تخدم ذات خمصات الانسان هذا يقدم الحساب وين يفن الاين لها هذا احمد سيد ربتي وين يفن الاين النظر هذا ينكر في منيش. إذن يتمثل ولاش الغني ولاش الفقير ولاش القوي ولاش الضعيف ذي الدنيا ذي النغي دي تسبان الغني دي تسبان الفقير دي تسبان القوي دي تسبان الضعيف أي خطر الدنيا القوي القوة اللي ينسى سقوية تسفاك هذا يروح الضعيف إذا قلت الضعف اللي ينسى دي فاك هذا يروح الغني إذا قلت دي فاك الغينة اللي ينسى هذا يروح الفقير إذا قلت دي فاك الفقر اللي فلاس هذا يروح ثمني ليت الزفر بين محاسبتي من كل يوم ندفن الفعاليس ماشي غادي يسأل يخدم يومين نساء عجبان من بعد تشفى خمسة ست سيم المحال من كل يوم أثي يواري الحقيس إما أثي غادي يدور إما أثي غادي يخاف مش جمدي مش يحق لعب خطر إلى ربي واتقوا يوما ترجعون فيه إلا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أقول السنفات غير مكان سيدي ربي
سنين من فرع روح يعرف أيه مثلاً وتستعرض حجز إذا رح سبحانه قش بحان دخل بخمين طيام دخل مفعاش حاشا نعمل مين سري الدنيا ذس ماذا قلنا هذا يعرف المؤمن وندرى من نفسي تنسي الدنيا ذي ثبابري نسي ذربيه سيد ربي نسي السوسان كنين السير أين تحد تولن حشانك حب سيد ربريين ماذا قلت وين سيقارا أما كان سيقار فرعون أليس لي ملك مصر وهذه النار تجري من تحتي إنس أنا ربكم الأعلى نقر نسي إننا إنما أوتيته على علم وإذا كنين أسن يغل جهنم وإذا كنين هذا من الحيوط في الأسحة شعر ذلك من النفر في المسلم ما كان يقارن في محمد صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أبي من يعرف ذي يتمثل سل قدر سيد ربي خطر القدر القدر سيد ربي القضاء القدر وقال كفوسي سيقل لا أوقف لدي يخلق السماوات يقنوان ذي القواعين ذي الخلقين سمران 50,000 سنة أوقفي إكثر أين يدين دي دوني حاشا ما يفنى العمر الدوني أما ذينا أليكش من الجنة أما ذينا أليكش من جهنم وقال سبق علم من الله أفين ريلين دي الدنيا حشا ما يفنى العمر عيس إيزار ذا شريلين من كل إمرزة من الملائكة ما يثمثن يولى الأمر ذي اللوح المحفوظ ما تظن إيزار ذي قاعة أضعك ذن سبحان الله سبحان الله سبحان الله ماشيني معنى ما يثمثن ذي الحجة غالية في عبد غف سيدي ربي غسي ذيك الشيء يكتب الجهنم ذي المحال ذي عندي حنا سوفوسيس يا ابني سيدي ربي الخالق ذي العلم ينسيك وسعان سيدي ربي يظران اين يظران ذوين يقدرون ذوين لا يظرون حجم يفنى العمر الدنيا يظران ولكن يتمثل سيدي ربي الخالق شوف زرعتك زرع ولكن عندي حلا العبد وين ندير يحلا في الدين شوفوا سيس سيد ربي تعاون وين يهان سيد ربي عفو يغفر ذا الرحمن ذا الرحيم أي مثل يسقسف إنيس يتخبر في الإحسان الإحسان الكلمة يجيب ثم الحاج تعرف ما تخمر في حاجة العين تخمص أكثر وين يجيب ثم النعاد تخطر ما لفو النعاد في حاجة أكثر وين يجيب قد تسخر إنه الإحسان يحميه في سيدي ربي ويك مثلا يجدك خدمنا كريم يدرد اسمه للمحسنين في أثير مثلا دي القرآن الكريم يدرد والله يحب المحسنين في أثير برذان ويدرد إن الله يحب المحسنين مرتين الإحسان أي مثل الناس مثل سيدنا جبريل عليه السلام الناس دشي الإحسان الناس نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تعرض سيد ربي أما كان تصوية سوال نيك زادي إني شوية كان موت شوية ضرع أعقل بلي شوية كي الإحسان أي مثل إسعاسنا في الدرجة الدرجة تنزوف قرنس عبادة والرغبة لعند الإنسان مثل ما يسع الإيمان تصوضا باش اللي يحمي سيدي ربي هذه حيل من ماري روحان الغرس كان يسك الصفر حولي سي المؤمن الدرجة يجي تسنة ما يعدل يعدل سيدي ربي
سيخوف أكثر أولا ذي العذاب إنس يتسمى يعذيث يوجد ذي تسوى عدسو أثى عدسو سيد ربي ذي دونيث وأثى عدسو ذي يخاف ذي يجي في سنة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة نزول أن تعبد الله كأنك تراه أما كن يتعبد سيد ربي أما كان شوية زاتك شوية نيه يتسمى تخدم بس سيد ربي باش تشرها سلعة مليه صار جود من ما تروح دار غرس صار جود من ما تمشي يضيدس صار جود من ما أكيد يقابل شوية نيهان ليحميك إيش اللي يحفظ غير غرس ولكن درجة السنة تجي في دينا فإن لم تكن ترى فإنه يراك يتسمى ذلك الذي شوية للعود يقص عقل بلين شيء شوية كيد أما كان قرن الله كاميرا تشوي البيوس يشوية كيد أتسابوا هذا كيد يوين الجير كان كيد يوين الجير يخذ ما كيد يوين الفعال ديريم أتسابوا هذا العذاب ينسى كاعد سردي الدوري كاعد سردي يخاف إذن حيث مثل ويجين العالم سيرا كيف يدنا هذا الكلام أية مثل رجع ربي من المسلمين المؤمنين المحسنين أغدي يهضر بنا لفريدس أغني ربي فريدس يحنق بهذا غفاف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.